انفصال سيلوي عن حبيبته يانا، وأبوه يواجه رسالة قوية لقمر الطائي. شاهدوا المزيد من التفاصيل. صرحت حبيبة سيلوي اليوم أنها ستقوم بإغلاق صفحتها على الإنستغرام وأنها ستقوم بفتح صفحة جديدة. وأيضا السيلوي لم يتابعها على صفحتها الجديدة، واكتفت المودريانا بذكر لا تسألوني ليش عملت هيك. أغلب المتابعين يتوقعون انفصالهما. رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ من جهة أخرى، والد السيلوي نشر ستوري، الأغلب توقع أنه موجه لقمر الطائي، حيث صرح والد السيلوي من خلال هذا الستوري بي الاحترام فوق الصداقة وفوق القرابة وفوق الحب. رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ Don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret.